إنما نسمعه ونشاهده من تتابع آيات الله الكونية في هذه الأيام، حيث الفيضانات المدمرة والأعاصير المهلكة والخسوفات المتتابعة والزلازل المدمرة وكثرة الحرائق وانتشارها وانتشار الأوبئة والأمراض، لنذر تخويف من الله لعباده ورسل إنذار من الله لخلقه. إنها والله آيات باهرات على عظيم قدرة الخالق عز وجل، ففي أقل من دقيقة تهتز الأرض وترجف بمن عليها. الله تعالى يخوف الناس بما شاء وكيف ما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. إذا كنتم تريدون أن تعرف عن ماذا أتكلم، تابعوا الحلقة رقم 20.